غير الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستعين الله جل وعلا في تفسير كلامه جل وعلى كرة أخرى، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى سورة الأعراف، وسنشرع اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الأنفال. على أننا قبل أن نشرع فيها نذكر ببعض مما كنا قد تأملناه حول سورة الأعراف التي تمت دراستها عبر درسين. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله جل وعلا ذكر ثلة من أنبيائه ورسله في سورة الأعراف، بدءا بنوح وانتهاء بموسى عليهم السلام، ووقفنا عند اثنين منهم هما لوط وموسى عليهم الصلاة والسلام. وذكرنا عن قوم لوط أن الفطرة انتكست عندهم فكانوا يأتون الذكران من العالمين، ولذلك لم يكن بينهم وبين رسلهم أو رسولهم أخذ ولا عطاء، فإن الله جل وعلا ذكر أن الأنبياء أخذوا وأعطوا وتحاوروا مع من بعثوا إليهم من الأمم. فقوم ثمود قالوا لصالح: يا صالح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا لصالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وقال قوم شعيب لشعيب كذلك قريبا منه، إلى غير ذلك مما ذكره الله من محاورات الرسل لأممهم. أما قوم لوط لما انتكست الفطرة عندهم لم يكن لديهم عقل يحاورون من خلاله، قال الله عنهم أنهم قالوا: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فعاملهم الله جل وعلا بالمثل، قال الله تبارك وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وهذه الآية في هود. ثم ذكرنا بعضا من خبر نبي الله موسى مع فرعون وآله أو فرعون وملئه، وذكرنا أن الله جل وعلا قال عنهم: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فهذه كم آية؟ 5. وقال قبلها جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. هذه كم؟ 2. والخمس 7. وبقيت 2 هما العصا واليد. فهذه 9 آيات التي قال الله جل وعلا عنها أنه بعث فيها بها موسى إلى فرعون وملئه. والقرآن ينظر إليه جملة واحدة ويفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فكله كلام رب العالمين جل جلاله. كما ذكرنا أن قول ربنا جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أن كل من كلمتي آيات وكلمة مفصلات أعطت معنى. فقلنا إن كلمة آيات دلت على أمر خارج عن المألوف، لأن الجراد والقمل والضفادع يوجد في كل زمان ومكان، لكن الله جل وعلا جعل وجودها في زمن موسى آية له خارجة عن المألوف. وقوله تبارك وتعالى مفصلات يدل على أنها كانت لم تكن جملة واحدة، وإنما كان يتبع بعضها بعضا وكان بينهم مرحلة زمنية. ثم قلنا إن الله جل وعلا قال: وعدنا موسى 30 ليلة. وقلنا أن القاعدة في ذكر الأيام والليالي أن الأيام تحسب بها المنافع الدنيوية، فالمزارعون مثلا إنما يحصدون بناء على البروج الشمسية وليس لهم علاقة بالأهلة، وأما الأهلة والليالي فإنما يحسب بها المناسك الدينية. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه قلنا فيها فائدة كبرى، أن يعرف الإنسان أن ما يتعلق بالأيام فيه المنافع الدنيوية، وما يتعلق بالليالي فيه المنافع والمناسك الدينية. ثم قلنا إن الرب تبارك وتعالى قال: وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، فذكرنا أنه كان هناك ميقاتان: ميقات مكاني وميقات زماني. فالميقات المكاني الوادي المقدس، أو بتعبير أقرب جبل الطور. قال الله جل وعلا في القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا
إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فالجبل الطور هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى مرتين، المرة الأولى في أول أيام الوحي، والمرة الثانية في وقت الميقات الذي وعده الله جل وعلا إياه. هذا هو الميقات المكاني. أما الميقات الزماني فإن الله كلم عبده موسى بن عمران متى؟ قلنا 44 يوم، وافق أي يوم؟ يوم 10 ذي الحجة. يوم 10 ذي الحجة هو اليوم الذي كلم الله جل وعلا فيه نبيه موسى، فإن الله وعده 30 يوما عند جماهير العلماء هي 30 ذي القعدة، شهر ذي القعدة، ثم زاده الله 10، قال الله فتم ميقات ربي 40 ليلة. فاليوم 40 هو اليوم 10 من ذي الحجة المتمم ل30 ذي القعدة و10 ذي الحجة. ثم قلنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، رغب عليه السلام في مقام الرؤية بعد أن أعطي مقام التكليم، بعد أن أعطي مقام التكليم طمع عليه السلام في مقام الرؤية، فقال الله جل وعلا له لن تراني. وقلنا إن رؤية الله جل إن رؤية العبد المؤمن للرب جل وعلا تكلمنا عنها دنيويا في الدنيا وأين وفي الآخرة، وقلنا يحرر الخطاب على أنه يقال أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا جائزة عقلا، ممتنعة شرعا. ومعنى قولنا جائزة عقلا أنه يمكن بقدرة الله أن يعطي الله عباده قدرة على أن يروا ربهم في الدنيا، لأن الله على كل شيء قدير، فهذا لا ينافي العقل. لكن الله أخبر في كتابه أن هذا لم يقع، إذ قال لكليمه موسى لن تراني، فقلنا إنها وإن كانت جائزة عقلا إلا أنها ممتنعة شرعا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد قلنا ما دامت جائزة عقلا في الدنيا فمن باب أولى أن تكون جائزة عقلا في الآخرة، لأن الأبصار في الآخرة أقوى منها في الدنيا. قال الله جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولكن قلنا إنها في الدنيا ممتنعة شرعا، ونقول في الآخرة ماذا؟ واقعة شرعا لمن؟ للمؤمنين، واقعة شرعا للمؤمنين في الجنة، وقد نص القرآن والسنة على هذا. قال الله جل وعلا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت الصاد، والمعنى تعلوها النظرة إلى ربها ناظرة، أي تبصر ماذا؟ تبصر ربها من غير إحاطة، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، فالله جل وعلا لا يدركه بصر خلقه. على هذا ما تحرر. وقلنا إن من العلماء من قال إنها ممتنعة في الدنيا والآخرة، وهذا قول من؟ قول المعتزلة. وقلنا نص عليه جار الله الزمخشري في تفسيره المشهور باسمه تفسير ماذا؟ تفسير الكشاف، فإنه قال إن الله لا يرى، إن العباد لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، واحتج بحرف النفي ماذا؟ لن. وقلنا إنه الجواب العلمي أن يقال إن الله جل وعلا قال عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت، فقال عنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت. ومع ذلك قال الله عن أهل النار واليهود قطعا من أهل النار، قال وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فيتمنون الموت، فدل على أن لن هنا تجري على أحكام الدنيا لا تجري على أحكام الآخرة. ثم إن النصوص الصريحة في رؤية المؤمنين لوجه ربهم لا يمكن تأويلها ولا دفعها بحال في رؤية وجه ربهم تبارك وتعالى، منها آية القيامة التي مرت معنا، ومنها قوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، من الله علينا وعليكم برؤية وجهه الكريم. ثم قلنا بعد ذلك إن الله جل وعلا قال لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقلنا إن هذه الكلمة على الناس ليست على إطلاقها، وإن من الآلة العلمية في تفسير كلام الله أن يكون الإنسان مطلعا على اللغة، مطلعا على الأحاديث، مطلعا على التاريخ. فقول الله جل وعلا لموسى إني اصطفيتك على الناس لا يمكن أن تكون على إطلاقها لعموم الناس،
نبي، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من من؟ أفضل من موسى، أفضل من موسى بالاتفاق، فموسى عليه السلام أفضل أهل زمانه. أما من قبله فإبراهيم أفضل من موسى، إبراهيم أفضل من موسى، بل إن موسى من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم. جميع الأنبياء الذين من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، باستثناء لوط على الخلاف أنه ابن أخيه، لأن الله قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فما بعث نبي من الأنبياء كما بينا في هذا في غير درس، ولا أنزل كتاب من السماء إلا على رجل من ذرية إبراهيم. المقصود أن موسى عليه السلام أفضل أهل زمانه، لكنه ليس أفضل من كان من قبل، فإبراهيم أفضل منه ولا أفضل من بعد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. هذا ما انتهينا إليه حول سورة الأعراف، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تأمل 5 آيات من سورة الأنفال. وقد جرت العادة أننا نقدم للسورة بأكملها قبل أن نسرع بتفسيرها. سورة الأنفال سورة مدنية، سورة مدنية، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن قول الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك، هذه مكية والله أعلم، لكن السورة في جملتها سورة مدنية، وهي من أوائل السور المدنية التي نزلت، ومن أواخر السور المدنية سورة التوبة. أعيد، سورة الأنفال من أوائل السور المدنية، وسورة التوبة كما سيأتي من أواخر السور المدنية التي نزلت. وكلتا السورتين عنيتا بالغزوات، عنيتا بالغزوات، بالذات سورة الأنفال، فسورة الأنفال تكلمت عن بدر، ولذلك يقول بعض العلماء إنها سورة مدنية بدرية، سورة مدنية بدرية. أما التوبة فتكلمت عن غزوة تبوك وجيش العسرة، وهذا كان في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في العاشرة، وعلى هذا فالتوبة من آخر ما نزل جملة من السور المدنية، والأنفال من أوائل ما نزل من السور المدنية، مدنية بدرية. وحتى نفقه السورة، هذه السورة نزلت بعد اختصام المسلمين في غنائم بدر، وحتى تقع تكون أنت في إطار علمي حول السورة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه إلى بدر، وكان أول أمره يريد عير قريش، وقال لأصحابه لعل الله أن ينفلكموها أي يهبها لكم. فلما نجا أبو سفيان بالعير وجاءت قريش تحاد الله ورسوله، التقى الجمعان في يوم الفرقان في بدر، في الموضع المعروف ما بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. وقعت المعركة، وهي أول معركة وقعت في الإسلام يمكن أن تطلق عليها غزوة بالمعنى الحقيقي، وكان قبلها بدر الصغرى لكن لم يقع فيها قتال. فوقعت تلك المعركة وأعلى الله فيها كلمة الإسلام، ونصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورد الله القرشيين ردهم على أدبارهم، فغنم المسلمون غنائم. هذه الغنائم أن الجيش بعد الغزوة في آخر الغزوة انقسم إلى 3 أقسام، المسلمون في بدر انقسموا إلى 3 أقسام، قسم أخذ يحرس النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه أن يأتيه أحد من المشركين، وقسم أخذ يجهز على من بقي ويتبع فلول أهل الإشراك، وقسم أخذ يجمع الغنائم، قسم أخذ يجمع الغنائم، فأصبحوا كم قسم؟ 3. فلما انتهى الأمر ووقع من وقع من القرشيين في الأصل، وقتل منهم من قتل وفر منهم من فر، انقضت الحرب ووضعت الحرب أوزارها، اختصم المسلمون في الغنائم من يأخذها، هل أولى بها من حرس النبي عليه الصلاة والسلام أو من جمعها أو من تبع فلول أهل الإشراك. فلما اختصموا فيها لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال الله يسألونك عن الأنفال. قبل أن نشرح في تفسير الآية، النفل هو الزيادة، النفل هو الزيادة على الأصل، الزيادة على الأصل، فالغنيمة زيادة على النصر، الغنيمة زيادة على ماذا؟ على النصر في المعركة، لأن المطلوب الأول في المعركة النصر، فالغنيمة زيادة عليها. وولد الولد زيادة على ماذا؟ على الولد. ولذلك قال الله عن يعقوب لأنه من
ذرية إسحاق قال لإبراهيم إبراهيم ووهبنا له يعقوب نافلة، أي زيادة على من؟ زيادة على إسحاق، لأن إسحاق ابن إبراهيم، فوهب الله يعقوب زيادة لإبراهيم على إسحاق الذي هو ولده، فأصبح وهبه ولد الولد. والسنن التطوع، صلاة التطوع زيادة على ماذا؟ على الفريضة، زيادة على الفريضة، ولذلك تسمى الأولى فريضة، ويسمى ما يزاد عليها ماذا؟ نافلة. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا أصل كلمة نافلة في اللغة وإرادها في الشرع. إذن السؤال هنا عن أي نافلة؟ عن الغنائم، والغنائم زيادة عن ماذا؟ زيادة على النصر. نقسم معنى الغنيمة ومعنى الفيء، معنى الغنيمة ومعنى الفيء. الغنيمة ما يناله المسلمون من عدوهم بسعي وإيجاف خيل وركاب، الغنيمة ما يناله المسلمون من عدوهم بسعي وإيجاف خيل وركاب، هذا يسمى غنيمة. وما ناله المسلمون من عدوهم من غير سعي ولا إيجاف خيل ولا ركاب كخراج الأراضين أو جزية الجماجم هذا يسمى فيء، يسمى فيء. إذن يوجد قسمان ينالهم أهل الإسلام هما الغنيمة والفيء. فإن كان بسعي وإيجاف خيل وركاب يسمى ماذا؟ يسمى غنيمة. وإن كان بغير إيجاف خيل ولا ركاب يسمى ماذا؟ يسمى فيء. والسؤال هنا عن الأنفال، وبإجماع العلماء المقصود غنيمة المسلمين يوم بدر، المسلمين غنيمة المسلمين يوم بدر بإجماع العلماء، أن قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال أي ما غنمه المسلمون يوم بدر. وقلنا إن هذه السورة مدنية بدرية. نأتي لكلمة يسألونك، وردت في القرآن مرارا، مرة بدون واو ومرة بالواو. قال الله جل وعلا في البقرة يسألونك عن الأهلة، وقال جل وعلا في البقرة أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر، هذا كله بدون واو. وقال جل وعلا في المائدة يسألونك ماذا أحل لهم، وقال تبارك وتعالى في الأعراف يسألونك عن الساعة، وقال جل ذكره في الأنفال يسألونك عن الأنفال، وقال تبارك وتعالى في الإسراء يسألونك عن الروح، وقال جل وعلا في الأحزاب يسألك الناس عن الساعة، وقال تبارك اسمه في النازعات يسألك الناس عن الساعة. فهذه سؤالات وردت من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير واو، من غير واو. وجاء في القرآن يسألونك مقرونة بالواو، قال الله تعالى في البقرة ويسألونك ماذا ينفقون، وقال جل وعلا في البقرة ويسألونك عن اليتامى، وقال جل ذكره في البقرة ويسألونك عن المحيط، وقال جل ذكره في الكهف ويسألونك عن ذي القرنين، وقال تبارك وتعالى في طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فهذا ما تحرر بالواو، وما قبلها تحرر من غير واو. وبعض العلماء يقول إن الفرق بينهما أن يسألونك إذا لم تكن مقترنة بواو يكون السؤال قد وقع من الصحابة، وأما إذا كان مقترنا بالواو فإن الله يخبر به لعلمه جل وعلا أنه سيقع. واضح؟ ما كان غير مقترن بواو فهذا وقع من الصحابة ثم جاء الوحي بإجابة عنه، وما لم يكن وما كان مقترنا بالواو يقولون إنه لم يقع لكن الله أخبر عنه لعلمه جل وعلا أنه يقع والله أعلم. وأنا أقول إذا قلت والله أعلم أو سكت تعلم طريقة شيخك معناه أنا لا أرجح في المسألة، إذا لم نرجح معناه أن الأمر لم يثبت لدينا بيانا شافيا فيه كدليل والله أعلم. هذا معنى حول كلمة يسألونك. كان المفترض الله يقول يسألونك عن الأهلة، الله قال بعدها ماذا؟ قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يأتي الجواب مباشرة، لكن هنا قال الله يسألونك عن الأنفال ولم يأتي ماذا،
ولم يأتي جواب، يسألونك عن الأنفال ولم يأتي جواب، جاء الجواب بعد 40 آية، بعد 40 آية، في الآية 41 قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. جاء الجواب بعد 40 آية. لماذا؟ هذا من تربية الله للصحابة، من تربية الله للصحابة. لماذا؟ الخطأ من الرجل العظيم ليس كالخطأ من ماذا؟ ممن هو أقل منه. ترى شاب يلعب بالكرة والمغرب يؤذن لا يجوز، لكن لأنه شاب تأتيه بيسر، لأنك تعرف أن عين قدر وعين شرع، هذا شاب فتأتيه باللين. لكن لا يقبل أن تأتي رجل إمام مسجد والإمام والأذان يؤذن وهو يلعب كرة، ما يمكن أن تقبل، واضح؟ فيكون تأنيبك للإمام ليس كتأنيبك لمن؟ للشاب، واضح؟ صفوة الأمة هم أهل بدر، صفوة الأمة هم أهل بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من هم البدريون؟ هم السابقون الأولون من المهاجرين ومن؟ والأنصار. المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأهليهم في مكة من أجل نصرة الدين، والأنصار الذين قبلوا أن يأتوا هؤلاء من مكة فيؤونهم ويحمونهم ويتقاسمون معهم الأموال. والله يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهم هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار أعظم أصحاب النبيين على الإطلاق، وهم صفوة الأمة. والرسول قال في ليلة بدر: ينظر إليهم 314 رجلا، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فهم رضي الله عنهم وأرضاهم خير أهل الأرض بعد النبيين والمرسلين، واضح؟ فهؤلاء الصفوة يأتي منهم أنهم ما إن تنتهي المعركة يختصمون فيما بينهم على الغنائم، أمر لماذا لا يقبل. فرباهم الله جل وعلا وعاتبهم عتابا شديدا، قال: يسألونك عن الأنفال ولم يقل هي كذا وكذا وكذا، قل الأنفال لله وللرسول، أي ليس لكم فيها أي اختصاص، قل الأنفال لله والرسول. والصحابة يعلمون أن كل شيء أمره لله والرسول يحكم فيه، لكن أراد الله أن يؤدبهم: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. إذا علمت هذا، أن الله قال في حق بدر أهل بدر فاتقوا الله، وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، إذن لا يستكبر أحد عن كلمة اتق الله، لا يستكبر أحد عن اتق الله، ولا يوجد أحد فوق مستوى النقد، لا يوجد أحد فوق مستوى النقد. كل إنسان عرضة للخطأ، وكل إنسان يخطأ ينقد ويقال له أخطأت ولو كان منزلته أيا كانت، لكن كيف تنقده يختلف. فلا تأتي الإمام مسجد أمام عشرات الناس يصلون وراءه والمئات وتقف تنقده أمام الناس، هذا ليس من النصيحة في شيء. ولا تأتي لمعلم أمام طلابه وتوبخه أو تنهره أمام طلابه، ولا تأتي لأمير ولا حاكم في خطبة جمعة تنقده لتذهب هيبته بالناس، ولا تأتي لأب تنقده أمام أولاده، ولا لأم أمام بناتها. من أخلص النية في النقد فيوفق في الطريقة السليمة التي ينقض بها. لكن هنا لماذا اختلف الأمر؟ لأن المعاتب هنا من؟ الله. فالمسألة تختلف جذريا، ليست اختلاف كفو لكفو، ليست نقد كفء لكفو، وإنما هذا عتاب من الله لأهل بدر. فقال الله جل وعلا لهم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنتم انتصرتم على المشركين، والأهم أن تنتصروا على ما في ماذا؟ على ما في النفوس. قالوا: يا رسول الله، قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انتصار الإنسان على هوى نفسه وعلى شهواته وعلى حبه للمال وحبه لأن يكون
أفضل من غيره وما يدفعه إلى الإثارة للاستثار بالشيء، هذا الذي ينبغي أن ينتصر عليه. فإذا انتصر الإنسان على شهوات نفسه وحبه للكبر والاستعلاء على الغير حقق الانتصار العظيم. فالله يقول لنبيه ولأصحابه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والصلح وصفه الله جل وعلا بأنه خير، ويقع على عدة طرائق. يقع الصلح ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ودليله من نفس السورة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وهذا مرده لولي أمر المسلمين. وصلح يقع ما بين فئتين من أهل الإسلام تحترب فيسعى ما بينهما في الصلح، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وصلح يقع ما بين الزوج والزوجة، قال الله فيه: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وصلح يقع ما بين الرجل والرجل في خصومات مالية، وهذا لا بد فيه من التنازل. أصلا أي صلح لا بد فيه من التنازل، إن لم يتنازل كلا الطرفين لا يسمى صلح. إن لم يتنازل كلا الطرفين عن بعض حقه لا يسمى صلح. والسعي بين الناس بالصلح من أعظم طرائق الخير، قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. السعي في الإصلاح حتى مما يجوز الكذب فيه شرعا، الصلح بين الناس مما يجوز الكذب فيه شرعا. فنعود إلى قول ربنا جل وعلا: فأصلحوا ذات بينكم، أي كونوا أمة متحابة متآلفة لا تفرق بينكم الدنيا ولا الغنائم. وهذا تربية لصفوة الأمة، وهم أهل بدر من لدن العليم الخبير جل جلاله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. قبل أن نأتي الآية التي بعدها ننتقل للآية 41 التي فسرت هذه الآية. ثم بعد ذلك بين الله جل وعلا قسمة الغنائم، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هنا قسم الله الغنائم. حب المال فطرت عليه النفوس، الله يقول: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ما تفسير الخير هنا؟ المال. والله يتكلم عن الإنسان، فلا يعقل أن كل الناس تحب الخير المعروف الذي هو ضد الشر، لكن الله هنا يتكلم عن المال. وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك لما علم الرب جل وعلا أن النفوس جبلت على حب المال، كان المال الذي يأتي للإنسان على ثلاثة، يأتي للمسلمين على ثلاثة طرائق، وكل هذه الثلاث تولى الله جل وعلا بنفسه تقسيمها، ولم يكلها إلى أحد ولا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ما هذه الثلاث؟ الميراث واحد، والغنيمة في الحرب اثنين، بقيت واحد الصدقات. جزية تدخل في الغنيمة. ماذا؟ الصدقات اللي هي الزكاة. فهذه كلها تولى رب العالمين تقسيمها. فالله جل وعلا قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، وقسم جل وعلا الغنائم، قال: واعلموا أن ما غنمتم، إلى آخر الآية. وجاء للزكاة الشرعية وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الثلاث المصادر المالية لم يكل الله تقسيمها لأحد، وتولى جل وعلا تقسيمها بنفسه لعلمه تبارك وتعالى بحب الناس وتقاتلهم على المال. جعلنا الله وإياكم ممن المال في يده وليس في قلبه. الذي يعنينا أن هذا الأمر تولى الله جل وعلا قسمة الغنائم، فجعلها تبارك وتعالى، جعل الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد اختلف العلماء بالتوزيع، لكن نختار منها قول مالك رحمه الله أنه ينظر، أنه يسند أمرها للإمام، فيعطي القرابة ما يراه مناسبا لهم، ويقسم الباقي ويضعه في المجاهدين الذين معه بالطريقة التي يراها مناسبة. وقالوا إن هذا فعل الخلفاء الأربعة من بعده صلى الله عليه وسلم. نأتي هنا لقضية تقسيم الغنائم على ذوي القربى، والمقصود بذوي القربى من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتم تقسيم خمس الغنائم عليهم على ثلاثة أقوال. قول أنهم قريش كلها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من قريش، وهذا أضعف الأقوال. قول أنهم قريش كلها وهذا أضعف الأقوال. وقول آخر أنهم بنو هاشم فقط، أنهم بنو هاشم فقط، وهذا قول مالك رحمه الله والأوزاعي ومن تبعهما من العلماء. قول الأوزاعي وقول مالك رحمه الله ومن تبعهما من العلماء على أن المقصود بذوي القربى هم بنو هاشم فقط. وذهب الإمام أحمد والشافعي وكثير من العلماء وهو الصحيح إن شاء الله أن المقصود به بنو هاشم وبني المطلب، مو عبد المطلب، بني من؟ بني المطلب. تفصيل هذا علميا أن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. هذا هاشم بن من؟ ابن عبد مناف. هذا عبد مناف والد هاشم ترك أربعة، كم؟ أربعة تدريجية. ترك هاشما وعبد شمس ونوفل والمطلب، ليس عبد المطلب، المطلب لا بعد ذلك يا أخي، المطلب. أصبحوا كم؟ أربعة. من يعيدهم؟ عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، هذا تفهمها جيدا. هؤلاء أربعة أبوهم واحد هو عبد مناف، واضح؟ أصبحوا إخوة الأربعة. من النبي صلى الله عليه وسلم من أيهم جاء؟ من هاشم. انتهينا من هاشم لأنه مستحق للخمس، هذا أمر معروف لأنه جد بنو هاشم نسب النبي صلى الله عليه وسلم آله. بقينا في الثلاثة المطلب ونوفل وعبد شمس، فرقوا أبناء. لما جاءت قريش وحاصرت بني هاشم في شعب بني طالب، حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من بني هاشم في الشعب، كم أبناء عموم لهم؟ ثلاثة، بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل، صح؟ بنو عبد شمس وبنو نوفل اتفقوا مع قريش. بقينا في من؟ في بني المطلب. بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب يناصرونهم، دخلوا مع بني هاشم في ماذا؟ في الشعب. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما جاء يقسم الغنائم بعد خيبر جاءه من ذرية عبد شمس عثمان بن عفان، وجاءه من ذرية نوفل جبير بن مطعم، وقال يا رسول الله لما وزع الغنائم أعطى بني المطلب وأعطى بني هاشم. قال رضي الله عنهما يا رسول الله كونك تعطي بني هاشم هذه ما نعترف، لأن الله عزهم بك، لكن ما دمت أعطيت إخواننا من بني المطلب فنحن وبني المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل إخوان، فلماذا فرقت بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، لأنهم دخلوا معه ماذا؟ الشعب. ثم شبك بين أصابعه وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فأصبح هذا الحديث حجة ظاهرة في أنهم يعطون من الخمس كما يعطى من؟ كما يعطى بنو هاشم، يعطى بنو المطلب كما يعطى بنو هاشم. وفي مثل يقول إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. فما دام هذا الحديث نفس الموضوع يعتبر لمن قال من العلماء غير ذلك، واضح؟ واضح، يعتبر للعلماء الذين قالوا إنها محصورة في بني هاشم أو عامة في قريش كلها. هذا توزيع الغنائم كما أمر الله جل وعلا وقد بيناه. نعود للسورة الآن. قال الله جل وعلا بعد ذلك بعد أن ذكرنا قضية بدر وقلنا إن معركة بدر هي أول معركة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين المسلمين وبين الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر بعد أن ألقي فيه الجمع منهم وأخذ يسألهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فجاءه عمر وقال يا رسول الله كيف تكلم أقواما قد جيفوا؟ فقال يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. قال حسان فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيب، لكن كتب الله عليهم ما كتب عياذا بالله. هذه معركة بدر وهذه سورة الأنفال التي نزلت
تبين الموقع وتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المعركة. نعود للسورة نفسها، ثم قال الله جل وعلا بعد أن انتهى من هذه القضية يربي عباده الصالحين على الإيمان، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر الله جل وعلا هنا أصحاب المنازل العالية من أهل الإيمان، أهل المقربون، أهل الدرجات الرفيعة، أهل الإيمان الحق الذين اصطفاهم واجتباهم سواء من النبيين أو من أتباعهم إلى يوم الدين. فلم يذكر الله أعيانا بأسمائها، وإنما ذكر صفات يتحلون بها جعلتهم مؤمنين حقا. فقال في أولها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف، والمعنى أنه يصيبهم من الخوف والوجل والطمع والرغبة فيما عند الله ما تقشعر له الأبدان وترتجف له القلوب، ثم لا تلبث قلوبهم أن تسكن وجوارحهم أن تهدأ بعد ذكر الرب تبارك وتعالى. وهذا من أعظم دلائل الإيمان، أن يجل قلب المؤمن إذا ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا خوف بالله خاف، وإذا ذكر بالله ذكر، وإذا اتعظ بالله وعظ، وإذا قيل له اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم. هذا الذي قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة. وإن مما يزيد المؤمن، يزيد إيمان المؤمن، تلاوة كلام الرب جل وعلا، بل هذا من أعظم ما يزيد الإيمان. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والمؤمن ينبغي عليه أن يكون يومه خير من أمسه وغده خير من يومه، يزداد إيمانا كلما تلا هذا الكتاب العظيم وعلم أن هذا القول قول الله جل وعلا. وهذه مناقب ذكرها الله جل وعلا في الأنبياء، وذكرها الله جل وعلا في الرسل، وذكرها الله جل وعلا في العامة. قال الله في الأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال جل وعلا عن أهل العلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله عن عامة الناس وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. المؤمن يحاول قدر الإمكان أن يرقى بنفسه إلى مستوى من وصفهم الله ونعتهم من أهل الدرجات العالية ممن وعدهم الله جنانه ومغفرته والرزق الكريم. جعلني الله وإياكم. ثم قال جل ذكره وعلى ربهم يتوكلون، وهذا متصل بما قبله. فإن من رزق الإيمان ومعرفة الله وما لله من كمال عظيم الرحمة وكمال القدرة وجلال العطاء، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يجيب من دعاه ويأوي من لجأ إليه، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه تبارك وتعالى إلا إليه، صدق توكله على الله. فذكر الله جل وعلا في الأول ثلاثة من صفات القلوب وهي الوجل أي الخوف، ثم ذكر زيادة الإيمان، ثم ذكر التوكل، وكلها أعمال قلوب. ثم انتقل جل وعلا إلى أعمال الجوارح فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والصلاة أعظم ما افترضه الله جل وعلا على عباده وخلقه بعد الشهادتين، بها يتقرب العبد إلى ربه. ولذلك
فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، فلما كان صبيحتها كما قال سعيد بن جبير وغيره، صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بعد أن زالت الشمس، يعني بعد الظهر، يعني عند حلول وقت الظهر، نزل جبريل من السماء فأما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، فكانت أول صلاة فرضت من الصلوات الخمس صلاة الظهر، أما بها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم ليومين متتاليين، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقتها، ثم صلى به كرة أخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر وقتها، وقال له بعد ذلك وهو يعلمه: الصلاة ما بين هذين الوقتين، أي ما بين هذين كله صلاة. والمؤمنون حتى بالصلاة يختلفون، من الناس والعياذ بالله من لا يصليها، وهذا من المحال أن يطلق عليه مؤمن، ومن الناس والعياذ بالله من يصليها في بيته من غير عذر، ومنهم من يأتي إلى الجماعة، ومنهم من هو أرقى درجة وأرفع منزلة يسابق إلى التكبيرة الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: من صلى لله أربعين يوما من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، أي تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وفقنا الله وإياكم بهذا العمل. ثم قال جل وعلا يختم أعمالهم، قال: ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق مما آتاك الله حسن ظن بالرب جل وعلا، وأن الله قادر على أن يعوضك. وقد جاء في الأثر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم لما ذكر الرب تبارك وتعالى صفاتهم ونعوتهم وبعضا مما نعوث والسرائر أمرها إلى الله، ذكر الله جل وعلا ما أعد لهم، فقال عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا. ولا يعني ذلك أن من لم يبكي من خشية الله ليس بمؤمن، لأن الله يتكلم هنا عن أهل المنازل العالية، ولا يتكلم عن الإيمان الذي يفرق به بين الإيمان والكفر. فربما رجل هذه الخمس تجتمع في بعضها ولا يجتمع فيه كلها، فلا يقال عنه أنه ليس بمؤمن. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فالأصل أنه مؤمن. ثم أهل الإيمان يتفاوتون، والأعمال قرينة الإيمان لا انفكاك بين الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، أي لهم درجات عالية في الجنة. والجنة لها 8 أبواب بصورة أفقية، ويأتي عليها يوم وهي تغيض من الزحام، وفي داخل الجنة درجات متفاوتة. ولقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه عن أهل الدرجات العلى، فقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تسمع أذن ولم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وقال الله في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لو أن ملكا من ملوك الدنيا أجرى مسابقة وقال لمن يفوز بها أعطيه جائزة لا يتوقعها، لتسابق الناس إليه لعلمهم أن هذا الملك لا يمكن أن يعطي جائزة وضيعة يعير بها، وأن الناس يتوقعون أن ينال هذا الفائز أعظم شيء ما دام الملك قد أخفاه، لأن الملك سيعطي على قدر ملكه. فكيف إذا كان المانح والمعطي ومخفي الجائزة رب العالمين جل جلاله، من بيده خزائن السماوات والأرض، وله جل وعلا السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فقال الله: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما في الآية. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. ثم قال: ومغفرة، دلالة على أن هؤلاء الذين هم المؤمنون حقا لا يمكن أن يكون قد خلوا من الذنوب كلها، هذا محال، لا يمكن أن يوجد أحد خلا من الذنوب كلها. كلنا متكلم وسامع، من قبلنا ومن بعدنا كلنا له خطأ، ولن ندخل الجنة بأعمالنا. لكن المؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالفرس المعقود حبله في مكان ثابت، مهما بعد يعود إلى مكانه،
مهما نا يعود إلى مكانه، كذلك المؤمن. فالمسلم مهما نأت به المعصية أحيانا يفيه إلى ربه ويرجع إلى مولاه ويجدد التوبة ويسأل الله غفران الذنوب ويأتي بالحسنات عل الله أن يكفر بها ما سلف من الخطايا. قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا كنت قد ابتليت بنوع من المعاصي، فليس الحل أن تبقى على تلك المعاصي وتداهن أهلها وتبقي معهم، الحل أن تتوب وترجع، ولأن تلقى الله وأن تخلط عملا صالحا وآخر سيئا خير لك من أن تلقى الله وليس لك من العمل الصالح شيء. والمؤمن حصيف عاقل يعلم أن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء وباب توبته مفتوح، وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلا انفكاك من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: ورزق كريم. وهذا الرزق جاء بعضه في القرآن، جاء بعضه دلالة في القرآن. قال الله عن أهل الجنة: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. يقطف أحدهم الثمرة فما إن يقطفها وتقع في يده إلا وتحل محلها أخرى مثلها تماما. فإذا أخذوا الثانية ورجعوا إلى الثالثة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها كما قال الله ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت ربنا لا إله إلا أنت، لا رب لنا غيرك ولا إله سواك. أنت خالقنا ورازقنا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. أسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تصلي على محمد وعلى آله وأن تسلم تسليما كثيرا وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم تب على من تاب منا يا رب العالمين، اللهم تب علينا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من حضر درسنا هذا يريد أن يتقرب إليك ويزدرف إليك فاللهم تب عليه وأعنه على نفسه يا ذا الجلال والإكرام، وأكرم مجيئه يا حي يا قيوم، وارزقه التوبة النصوحة الصادقة إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يعرفه سواك، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا لا إله إلا أنت، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وارزقنا اللهم من فضلك وأغننا بفضلك عمن سواك، اجعلنا اللهم من أفقر خلقك إليك وأغنى عبادك بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.